consider the following data. مديني pairs of x and the function of x. بيقول لي integrate between x من 1 لغاية 1.8 using trapezoidal rule وال h بتساوي 0.1. هي كلها 0.1 وبالتالي هنستخدم ال multiple application of trapezoid. ال a ال i هتساوي h over 2 في الأول اللي هو ال f1 زائد 2 سيجما من f هنا f خلينا نقول من 1.1 لغاية 1.7 وبعدين ال f عند 1.8. طيب احنا عندنا ايه؟ عندنا قيمة في الأول وقيمة في الآخر بتتقال مرة واحدة، تحسب مرة واحدة، وبعدين كل القيم من بتوين تتضرب في 2. طيب h 0.1 over 2 ال f1 1.543 زائد 2 في كل بقى الباقي ده لغاية قبل الأخيرة واحد بوينت ناين سبن ون تو بوينت ون فايف ون تو بوينت ثري فايف تو تو بوينت فايف دبل سبن تو بوينت ايت تو ايت. كده خلصنا كل الان بتوين الاخيرة 3107. يطلع الانتجريشن 0.1 over 2 ضرب الأولى 2 في كل اللي في الوسط وبعدين الأخيرة. طلع الانتجريشن 1.7684. يا ترى ده دقته حلوة؟ اه طبعا كويسة، لان الاتش صغيرة وعدد الشرايح كتير، يعني من 1 لـ 1.8. لو خدنا شريحة واحدة تطلع طبعا الدقة وحشة، لو قسمناها 2 احسن شوية، 4 احسن، لكن دي 8. ف اتوقع ان هيطلع الايرور، هو طالب الايرور بعد شويه، هيطلع جدا كويس. بيقول انتجريت بتوين برضو اكس ايكوالز 1 تو 1.8 يوزنج سيمسون 1/3 رول. طبعا ادق السيمسون ادق، ودول 9 نقاط ب 8 شرايح، معناه ان العدد ايفن فان تساوي 8، وبتقدر استخدم سيمسون 1/3 رول. بتقول ايه سيمسون؟ بتقول اتش على 3. ناخد الأول اللي هو F1 وناخد 4 في كل الفردي اللي هو F1.1 مع ال F1.3 F1.5 و F1.7، يبقى 4 في كل الفردي زائد 2 في كل الزاوية اللي هو F1.2 1.4 1.6. اخر واحدة اخدها مرة واحدة بس f 1.8، وبالتالي هتساوي h على 3. ال f1 اللي هي 1.543 زائد 4 في 1.669 بعدين 1.971 بعدين 2.352 واخر واحدة 2.828 زائد 2 في
الزوجي 1.811 2.151 2.577 كده خدت كل الزوجي، والأخير أخدها مرة واحدة يساوي 0.1 تقسيم 3 في، لأنها اسمها 1/3 رول، اتش على 3 1.543 زائد 4 في كل الزوجي زائد 2 في كل الفرد، 4 في كل الفرد و2 في كل الزوجي وبعدين الأخيرة مرة واحدة. 1.766693 هنا 1.768 هنا 9. يا ترى مين أدق؟ أكيد سيمسون هيكون أدق، وطبعا ده يبان في البارت سي لما نحسب الايرور. بيقول لي the function tabulated above is كوش اكس determine the true error. هو الكوش اكس بتساوي اي اس اكس زائد اي اس ماينس اكس، يعني اذا التكامل بتاعها بيساوي تكامل الكوش اكس هتساوي اي اس اكس تكاملها اي اس اكس، اي اس ماينس اكس تكاملها اي اس ماينس اكس، طبعا ده على 2 انا اسف. هيبقى تكاملها اي اس ماينس اكس على ماينس 1 يبقى اي ماينس اي اس ماينس اكس تقسيم 2. هو عايز من كام لكام؟ عايز من 1 لـ1.8 يعني هتساوي، تعالوا نحسب كده، انا هكتب اي اس اكس ماينس اي اس ماينس اكس، وبعدين هقول كالك مرة احط 1.8 هتطلع 5.8843 ماينس، احط مرة 1 2.3504 كويس كده على 2، يعني هقول كده 5.8843 ماينس الانسر اللي من شوية تقسيم 2 يطلع الاكزاكت 1.766 94 أو 95، ده الاكزاكت انتجريشن اللي هو 1.769. خدوا بالكوا 9 هنا 1.676 هنا 1.766 زي ده وبعدين 9 اللي فرق معانا اخر ديجيت اللي هو الديجيت رقم 6 1 2 3 4 5 6، هنا فرق من الديجيت الرابع، طبعا فرق 100 ضعف. يعني ممكن كنت اعمل انتجريشن ازاي؟ اقول كده تكامل وبعدين اقول شيفت اي اس اكس ماينس شيفت اي اس ماينس اكس واقفل القوس واحط هنا من 1 لـ1.8 وطبعا هنا هيبقى في نص ممكن اعمله بره لاني ثابت او نقسم على 2. دلوقتي هقول يساوي وبعدين اقسم على 2 اللي هو تقسيم 2 سيطلع التكامل تقسيم 2، لا مرة تاني نص في تكامل شيفت اي اس اكس
ماينس، لا هو اصح نقول بلس، المفروض ما نقولش ده، نقول ده بلس شيفت اي اس ماينس اكس. دي المعادلة بتاعت الكوش اكس، هكملها من 1 لـ 1.8، هو ده نتيجة التكامل، لكن ده اصل الكوش اكس. اقول يساوي المفروض يطلع الرقم ده 1.7679. طبعا ده اكزاكت بالظبط. هنا انا لما حسبت عوضت مره ب 1.8 مره ب 1.9، ما خدش كل الديجيتس، فده طبعا الادق بالاله، بس طبعا عشان عندنا راوند اوف ايرور نتيجه التقريب طلع كده، which is accepted طبعا لان الاختلاف في الرقم السادس ده 7. طيب عايزين نحسب الايرور، الايرور بتاع الترابازويد والايرور بتاع سيمسون. الايرور بتاع الترابازويد بيساوي هنقول ايه، الترو ناقص الابروكسيميت اللي هو 1.7684 على الترو. هيطلع كام في المية نشوف. One point seven double six nine five minus trapezoid rule طلعت لي ده على 1.7695 واضرب في 100. طبعا شرط السالب مش معايا يعني ما ناخدهاش، تقريبا 0.1% و 0.08 يعني 0.1% يعني 1/10% يعني 1 من 1000. طيب والايرور بتاع سيمسون نفس الكلام بقى، one point seven double six nine five، بس المرة دي ماينس 1.7693 يعني كلام فاضي خالص، 1.7 حاجة صغيرة في 100 طلع 0.001% يعني 1 في 1000، 1 من 1000 في 1000 حاجة يعني شبه منعدمة، يعني 1 في المليون لو ضربت عملت انج الاول اقسم على 100، لا 1 من 1000% يعني 1 على 10,000، اعمل انج 11 من مليون او 1 من 10,000 يعني جدا رقم صغير. وبالتالي سيمسون رول ادتني دقة جدا ممتازة، اما ترابزويد اداني طبعا برضو ايرور مناسب او دقة عالية نتيجة ان الاتش صغيرة وعدد الشرايح كتير. طبعا لو خدنا يعني قسمنا الفترة دي كلها على 2 هيكون اسرع في التكامل اسرع، لكن طبعا هيطلع دقة اقل، كل ما زود عدد الشرايح وقلل الاتش هيكون افضل في الاكيوريسي.